انا واحد من نجوم المنتخب الالماني، كان نجم طبعا في بايرن ميونخ، كان نجم في شتوتجارت، كان نجم في روما الايطالي، ونجم من نجوم المانيا المانشافت لما كان المانشافت بطل العالم نسخه 90 طبعا اللي فاز بيها او توج بيها منتخب المانيا على حساب الارجنتين في النهائي التاريخي. ما ننساش 90 لان البطوله دي طبعا ليها عند المصريين ذكريات خاصه. ومن كتيبه الالمان اللي شاركوا في تحقيق لقب البطوله معنا توماس بيرت هولد، طبعا نجم بايرن ميونخ وروما ومنتخب المانيا السابق، ضيف علينا في السادسة من خلال الفيديو كونفرنس واحد. برحب بيك طبعا وبشكرك على مشاركتك معنا في السادسة، أهلا وسهلا. Good evening, everybody. مساء الخير للجميع، أهلا وسهلا. يعني بداية كده وقبل الدخول في التفاصيل خليني أسألك، إزاي بتشوف أداء المنتخب الألماني تحت قيادة هانس فليك في كأس العالم؟ هل بتشوفه ضعيف؟ هل بتشوفه جيد؟ هل بتشوفه ممتاز؟ وان كنت استبعد طبعا النتيجه الثالثه بس لازم اطرح عليك السؤال اعرف رايك بدايه. اوكي سو اي واز visiting the first match in Doha. انا لم اشاهد المباراه الاولى في الدوحه. انا لم اشاهده من التلفاز ولكني شاهدته من الملعب. كان الاداء ضعيفا، نعم كان الاداء ضعيفا جدا في هذه المباراه، واعتقد ان في الشوط الثاني اليابان تفوقت واستطاعت ان تحرز الفوز. دائما المنتخب الالماني قبل بطوله كاس العالم بصرف النظر عن حالته وبصرف النظر عن نتائجه ما قبل البطولة واحد من المنتخبات الكبيرة وواحد دايما من المنتخبات المرشحة. الأداء الضعيف اللي ظهر أو الشكل الضعيف اللي ظهر عليه المنتخب الألماني سببه إيه من وجهة نظرك؟ هل هي يتحقق أو النتيجة دي أو الحالة دي يتحمل مسؤوليتها بشكل كامل هانس فليك مدرب المنتخب الألماني، ولا شايف إنها تراجع من مستوى اللاعبين أو عدم وجود نجوم بقيمة المنتخب الألماني في الجيل الحالي؟ انظر لدينا مباراة حاسمة غدا. نعم أدينا بشكل جيد أمام إسبانيا واستطعنا أن نعوض الهدف الذي استقبلناه، ولكن يجب علينا أن نحسن من أدائنا ويجب علينا أن نحسن من سرعة الأداء أمام كوستاريكا. يجب على اللاعبين أن يكون لديهم الحافز، إذا لم تفعل هذا فلن يكون لديك الفرص لإحراز المزيد من الأهداف لتفوز بالمباراة. يعني كوستاريكا تبدو أنها الحلقة الأسهل أو الحلقة الأضعف في المجموعة، وبالتالي الحسابات المنطقية بتقول انه فرص المنتخب الالماني اكبر بكتير جدا، وخصوصا انه ما قدموش حل غير المكسب. لكن السؤال هنا، حتى وان تاهل المنتخب الالماني للدور ال 16، هل بتشوف انه في فرصه حقيقيه قدام المانيا انها تحقق او توصل للقب كاس العالم؟ في البداية ألمانيا يجب عليهم أن يتواضعوا في التعامل مع الفرق الصغيرة، يجب عليهم أن يظهروا بعض التواضع، لا يجب عليك أن تتعالى على الفرق الأصغر. كوستاريكا ستدافع وكوستاريكا ستحاول أن تلعب على الهجمة المرتدة. الأمر ليس كما لعبنا ضد إسبانيا، كان رتم اللعب سريعا جدا امام اسبانيا وكان صعبا على المنتخب الالماني، ولكن الامر الان مختلف. وبمناسبه كاس العالم الحالي اعتقد ان المانيا ستكون احد الفريقين. المانيا لن تكون احد الفريقين المتاهلين للنهائي، اعتقد ان المتاهلين للنهائي سيكون فرنسا والبرازيل. أعتقد أن هذا سيكون صعبا على ألمانيا. يعني خليني أسألك، وبما أن احنا رايحين لمباراة كوستاريكا المهمة جدا والحاسمة بالنسبة للمنتخب الألماني، هل الأمر يستدعي على هانس فليك أنه يفكر في تغيير طريقة لعبه؟ هل شايف أنه في بعض العناصر لابد أنها تظهر، على بتكلم على مستوى التشكيل يعني، تظهر في مباراة كوستاريكا الحل الأمثل عشان يسرع، يقدر هانس فليك أنه يسرع من إيقاع اللعب في مباراة كوستاريكا؟
أعتقد أنه سيجري بعض التغييرات على الـ على الـ على التشكيل. في بداية أعتقد أنه يجب عليه أن يلعب بمهاجم ثاني ولا يلعب بمهاجم واحد فقط. أعتقد اعتمادا على القوة الجسدية للمنتخب الألماني، أعتقد أن ساني سيكون خيارا جيدا ضد كوستاريكا. بمناسبة كلامك عن الطرفين الأقوى للتأهل للمباراة النهائية البرازيل وفرنسا، يورجن كلينسمان طبعا نجم منتخب ألمانيا السابق قال لي نفس التصريح أو متفق معاك في نفس الفكرة، أنه صعب جدا على الجيل ده تحت قيادة هانس فليك أنه يوصل للتتويج بلقب كأس العالم. يهمني أعرف يعني إذا كان الألمان نفسهم، وأعتقد الاتحاد الألماني في مناسبة سحب لقب المانشافت من منتخب الألماني، شايف ده انعكاسه إيه وسببه إيه على الرغم أنه المنتخب بيضم عدد كبير جدا من الأسماء المهمة، سواء اللي بتلعب في ألمانيا في أندية كبيرة زي بايرن ميونخ أو بروسيا دورتموند، أو حتى اللي بتلعب خارج ألمانيا زي مثلا روديجر في الدوري الإنجليزي وغيره من اللاعبين، يعني القصة فين من وجهة نظرك؟ أعتقد أن سبب هذا إقامة كأس العالم السابقة في روسيا. كان الأمر صعبا وأداء سيئا من المنتخب الألماني، ولم وكان حل هذا الأمر أن تعمل حتى كأس العالم الحالي على إصلاح العديد من العيوب، وهذا لم يحدث. إذا نظرت فستجد أنه كان يوجد الكثير من العيوب في خط الدفاع وخط المنتصف، لم نعمل على تحسين هذا، لم يكن لدينا المهاجم الحقيقي لمنتخب ألمانيا الذي يناسب بطولة كأس العالم، هذا يحدث أحيانا. يمكن ده مرتبط شوية بالبطولة، يعني ألمانيا طبعا على مدار تاريخها كله قدمت أسماء كبيرة جدا، يمكن الهداف التاريخي للمونديال لبطولة كأس العالم هو الألماني ميروسلاف كروزي، وقبله طبعا يورجن كلينسمان، وقبله رودي فولر، وفي معاهم أوليفر بيرهوف. دايما المركز المهاجم الألماني المنتخب الألماني دايما بيبقى على مستوى عالي جدا. لو بصينا للمواسم الأخيرة هنجد أنه أهم المهاجمين اللي بيلعبوا في بوندسليغا مش ألمان، كان ليفاندوفسكي في فترة طويلة جدا مع البايرن، كان إيرلينغ هالاند مع بروسيا دورتموند، وحاليا مفيش مهاجم ألماني ممكن يكون لافت للنظر على الساحة بشكل كبير، اللهم ممكن إذا اعتبرنا مثلا مولر في الوقت الحالي. من وجهة نظرك إيه السبب في ده؟ وليه تراجعت الكرة الألمانية عن إفراز مهاجم يليق بقوة المنتخب الألماني؟ Ask me simultaneously in your language and in English. Maybe first the host أنا speak أنا in أحتاج your natural language, and then عندي بعض ال عندي بعض ال 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 التخبط بخصوص اللغة. من فضلك يعني أن تعيد السؤال مرة أخرى. السؤال إنه على مدار أجيال كتير جدا كان المنتخب الألماني بيتمتع برؤوس حربة، بما أنك بتتكلم على المهاجم الصريح يعني على أعلى مستوى، وذكرت على سبيل المثال ميروسلاف كلوزي، ذكرت رودي فولر، يورجن كلينزمان، بيرهوف وغيرهم من الأسماء. طبعا في الفترة الأخيرة ما بقاش فيه المهاجم اللي على نفس المستوى. الدوري الألماني حتى الأسماء اللي كانت بارزة فيه جدا أحدهم بولندي وهو ليفاندوفسكي، وأحدهما نرويجي وهو إيرلينغ هالاند. من وجهة نظرك إيه السبب في ده؟ نعم، أنت ذكرت هذا كان من قبل، كان لدينا ميروسلاف كلوزا، ولكن هذا الأمر 12 15 16 years ago. هذا الأمر كان منذ أكثر من 20 عاما. أعتقد أن الاتحاد الألماني الآن يطور الكثير من البرامج الخاصة بتأهيل اللاعبين، وبدون أن نلاحظ قد وجدنا أن كرة القدم تتطور حولنا ولدى جميع المنتخبات الكثير من الخيارات، وهذه الخيارات هي توفير فرص للتهديف بأن تصنع مهاجما مناسبا لمنتخب بلدك، كما الحال في بولندا مع ليفاندوفسكي.
هو منتخب هو مهاجم يستغل جميع المساحات عكس ما لدينا الآن. الأمر الآن ليس فقط مشكلة ألمانيا وإنما مشكلة أوروبية على مستوى معظم المنتخبات الكبيرة بسبب تواجد الكثير من اللاعبين الأجانب في أوروبا. أعتقد أن هذه مشكلة كبيرة. يعني بمناسبة الماتش اللي جاي، المباراة اللي هتجمع بين ألمانيا وكوستاريكا، هي مباراة هتدخل للتاريخ من باب تاني ملوش علاقة بالمنتخبين، ولكنها هتكون للمرة الأولى في تاريخ المونديال اللي تدير المباراة حكمة دولية هي الفرنسية طبعا ستيفاني فليبار. رأيك أو تعليقك على مشاركة حكمة أو قيادة حكمة لأول مرة في بطولة كأس العالم في مباراة ألمانيا وكوستاريكا؟ Can you please repeat in English the question? Because I told you to not talk simultaneously. What do you think? Because I cannot understand the question. What should I think? I mean, it's a decision of the FIFA. أعتقد أن هذا قرار الفيفا، وأعتقد أن أنا أؤمن تماما أن المرأة تستطيع أن تمثل في مثل هذه المحافل. إذا ما نجح المنتخب الألماني في تجاوز عقبة كوستاريكا، يعني إن كانت عقبة يعني، وتأهل الدور ال 16، هل من الممكن أنك تراهن على طفرة في مستوى المنتخب الألماني؟ هل ممكن تراهن أنه مع بداية مرحلة النوك أوتس أو المرحلة الإقصائية أن المنتخب الألماني يظهر بشكل مختلف عن دور المجموعات؟ Can you please repeat because you talk again simultaneously. Do you think that Germany will do better performance after the group stage if they qualified? لا أعرف ماذا سيحدث، ولكني أعتقد أن في البداية يجب عليهم أن يفوزوا على كوستاريكا. هذا هو ما أعرفه. يجب عليهم أن يؤدوا ولا يتمنوا فقط أن يتأهلوا لدور 16، يجب عليهم أن يفوزوا أولا. يمكن أنت كنت من الأفراد الجيل المنتخب الألماني اللي حققوا رقب البطولة. أهم نصيحة يعني من واقع تجربتك طبعا وتحقيقك اللقب على حساب الأرجنتين في بطولة إيطاليا 90، إيه أهم العوامل اللي أدت لنجاح المنتخب الألماني في التتويج بلقب كأس العالم، وإيه النصيحة اللي ممكن تكون بتوجهها للجيل الحالي في المنتخب الألماني؟ Look, what kind of advice should I give to the national team? I mean, لا أعرف نوع النصيحة بالتحديد، ولكن إذا كان عليك أن تفوز، إذا كان عليك أن تستمر وتريد أن تستمر في البطولة، يجب عليك أن تبقى على آمالك في التأهل. يجب عليك أن تركز، يجب عليك أن تطور من أدائك، يجب عليك أن تستغل كل الفرص. لا يجب عليك أن ترتكب العديد من الأخطاء، يجب عليك ألا ترتكب أخطاء كما فعلت في المباراتين السابقتين. لهذا السبب قلت لك من قبل، يجب على ألمانيا أن تحسن من الأداء والسرعة والقوة في المباريات القادمة، خصوصا إذا كنت تلعب أمام فرق كبيرة كإسبانيا. فالفريق دفع جيدا، ولكن كوستاريكا ستدافع اقوى في المباراه القادمه. تقييمك عموما لتجربه هانس فليك مع المنتخب الالماني، هل بتشوف انها تجربه ناجحه تستحق انها تستمر، يستحق شيء من الصبر؟ ولا انا عارف طبعا الالمان بيتمسكوا وما بيحزموش بالقطع، بس ازاي بتشوف تجربه هانس فليك في قياده المنتخب الالماني؟ This is a good question. حسنا، هذا سؤال جيد. I have no clue. I mean, it would be ليس لدي فكرة محددة، ولكن في أسوأ الأحوال وفي أسوأ السيناريوهات أعتقد أن ألمانيا second time after Russia. ألمانيا لن هذا الأمر ليس خاصا بي، هذا الأمر خاص بالاتحاد الألماني، أعتقد هم من عليهم أن يقرروا. لكن أنت بالتأكيد كونت وجهة نظر، يعني أنت بالتأكيد ليك رأي في التجربة. What is your point of view, your own point of view?
Can you repeat in English, please, the question? What is your own? Pardon? So far, I understood. He will continue because in 2 years. عليه أن يكمل. فخلال سنتين ألمانيا ستستضيف اليورو. يجب عليها أن يكمل ما بدأ. ولكن كل شيء وارد في كرة القدم. الأمر كله يعتمد على مباراة كوستاريكا من وجهة نظري. إزاي إجمالا شفت البطولة لغاية اللحظة؟ وخصوصا أنه في كثير من النتائج المفاجأة، يمكن كانت واحدة منهم طبعا فوز اليابان على ألمانيا، السعودية على الأرجنتين، تونس المتقدمة حتى اللحظة على فرنسا بنتيجة 1-0. إزاي شفت تقييمك للبطولة وتقييمك أيضا لقدرة قطر على تنظيم بطولة كأس العالم؟ Look, as I told you before, right now there are no surprises. لا يوجد بالنسبة لي، من وجهة نظري لا يوجد الكثير من المفاجآت بالنسبة لأداء المنتخبات، ولكن بالنسبة لتنظيم قطر لكأس العالم الأمر كان رائعا. لقد نظموا كأس العالم بشكل رائع. يوجد الكثير من الاحتفالات للجماهير في كل مكان. وبالنسبة لأداء الفرق، لم أتابع بعض المنتخبات في السابق، فبالتالي الآن الضغط الذي على الفريق بالنسبة لأداء الفريق القطري، الضغط عليهم كان كبيرا ليمثلوا بلدهم. يجب عليهم أن يتطوروا، يجب عليهم أن يحسنوا من الأداء ليناسب مثل هذا التنظيم. وبدنيا أعتقد أنهم يجب عليهم أن يتطوروا أكثر، ولكن كأول مرة كتنظيم ولعب في مثل هذه البطولات، فأعتقد أن إجمالا أنهم سيتحسنوا في المستقبل. توماس بيرتهول طبعا الدولي الألماني المتوج مع منتخب ألمانيا ببطولة كأس العالم 90 ونجم بايرن ميونخ وروما، بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك، وأتمنى طبعا في ختام لقائي بيك أنه يبقى في توفيق لمنتخب ألمانيا، بالتأكيد واحد من المنتخبات الكبيرة حتى لو عانى على مستوى النتائج والأداء في بداية مشواره في كأس العالم، لكن ننتظر ألمانيا بداية من دور 16، ورهاني أن هم هيقدروا يتفوقوا ويتأهلوا على حساب كوستاريكا.